7:45 دقيقة على كابا فيم. شكرا لاختياركم موجاتنا. نمشيو نعملوا طلع على الحظ، شنو مخبينا لليوم في الفلزين. برج الحمل فرصة مناسبة اليوم لما يرغب فيه في تحقيق من أهداف، ولكنه يجد بعض العقبات لتعرق الحدوث ذلك، لذلك عليه توخي الحذر جيدا. من ممكن أنه يوجد مولود برج الحمل نفسه في وضع حرج مع شريك حياته نتيجة الحدوث سوء تفاهم بينهم، لذلك عليه إصلاح سوء التفاهم هذا حتى ما تدهورش العلاقة بينهم. الثور يجب أن يتشجع اليوم برج الثور على الترحيب بالبدايات والإمكانيات الجديدة سواء في الحب وإلا العمل وإلا النمو الشخصي، لذلك وذلك لأنه الانفتاح على التغيير يمكن أنه يؤدي النتائج مجزية، كما أنه التوازن والقدرة على التكييف أمران أساسيين في الحياة. الجوزاء تغلب على مشاكل العلاقة بموقف ناضج يتطلب الكثير من الحنكة والذكاء من مواليد برج الجوزاء، مع ذلك يجب عليك أنك تكون منتج في المكتب وتأكد أنه التعامل مع الثروة بجدية. من أهم ما يجب أنه يعمل عليه برج الجوزاء اليوم الاستمرار علاقاته، هو أنه يتخلص من الغرور الشخصي من أجل علاقة سعيدة، فموقفك أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على علاقات الحب. السرطان يتعامل مع كل الضغوط في حياتهم الشخصية والمهنية بابتسامة، تولي أدوار جديدة في العمل وقدم أفضل النتائج. كما يجب عليك أنك تتأكد من الاهتمام بنظامك الغذائي والحصول على نمط حياة متوازن. الأسد في حظك اليوم، عندك مزيد من الفرص ومواقف إيجابية في حياتك المهنية، نصحوك بالتخلص المزيد من الوقت لعرض كفاءاتك المهنية في مكان العمل. أشار لأنه زاد الحالة العاطفية تكون سليمة لكن بالحفاظ عليها وتكون خالية من الحجج والأعذار. العذراء حياتك العاطفية برج العذراء أمر في غاية الأهمية، لهذا يجب عليك أنك تكون عادل في حياتك العاطفية، فكر في المخاطر اللي تحدث لك في العمل، من المهم أنك تخوض الصعاب كما تتولى بعض المهام الحاسمة في العمل وفي الاجتماع. برج الميزان من المهم ليك أنك تخوض الصعاب كأن تتولى بعض المهام الحاسمة، تأكد من الحفاظ على علاقاتك جيدا، يمكن تلقى روحك على مفترق الطرق فيما يخص حياتك المهنية، على هذا ما ضروري أنك تزن خياراتك بعناية وما تتسرعش في اتخاذ أي قرار. العقرب يومك هذا هو اليوم المثالي للتقدم الكبير يا عقرب، قوة إرادتك تصميمك يجدوك لمواجهة التحديات الشخصية والمهنية. برج القوس فرصك المهنية كثيرة اليوم، تجد نفسك في طليعة مشروع جديد مبادرة مميزة، لذا يجب عليك أنك تواجه التحديات بحماس ثقة وتعتمد على مهاراتك القيادية القوية بشكل خاص. الجدي اغتنم الفرص بنظرة متفائلة، ركز على الحب على العمل الشؤون المالية والصحة والتوازن هو المفتاح، اتخذ خطوة استباقية لتحسين كل مجال من مجالات حياتك باش يكون يومك متناغم. الدلو تقول توقعات حظك يا مولود الدلو، اغتنم الفرص الجديدة، إقامة علاقات هادفة، تجد تغييرات إيجابية على المستوى الشخصي والمهني، كون منفتح وواثق من إحساسك. الحوت يقولوا لك خبراء الفلك يا برج الحوت أنه يجب عليك أنك تكتشف مسارات ورؤى جديدة، تلقى الوضوح في الحب وفي العمل وفي الصحة مما يؤدي لتغيرات إيجابية، تنتظرك المزيد من الاكتشافات والفرص في مختلف جوانب حياتك والتقدم الوظيفي. كان هذايا لفلزين لليوم من أهم المواضيع اللي مش نتطرقوا لها اليوم. شوية آخر مش نحكي لكم حكاية من حكاية زمان، حكاية يوفا مال الجدين وتبقى صنعة لدين منين شنو أصلها. أهم الأخبار الثقافية والفنية اللي صارت الأسبوع هذا، منهم معهد باستور اللي ينجح في ابتكار طبي جديد، تواصل الحفلات الفنية والثقافية وحقيقة استياء حسن شاكوش من مطار تونس وردود فعل الجمهور المصري والتونسي. التسعة طلع لنا الدكتورة زهيرة عيشوية طبيبة أولى للصحة العمومية ومكلفة بالتثقيف الصحي، باش نحكيو على جدر القردة باش نعرفو باش نعطيو أسبابه أعراضه وطرق الوقاية منه، مع العلم أنه والحمد لله مازلنا ما سجلناش حتى حالة في تونس. 49 دقيقة طلع لنا شيف نوال في دبارة البيكاند. 10 الحكاية وما فيها، هل صحيح أنه المنقالة أصلها للنساء؟ والقاهرة في مصر علاش تسمات بالاسم هذا؟ زهرة التوليب أغلى من الذهب، وشكون منكم يعرف اللي كيف يعرف اللي كيف توفينا حد لطف علينا وعليكم، علاش نعملوا 40 يوم؟ بعد كتاب الويكاند للشاعرة ماجدة الظاهري تحكينا على آخر إصداراتها، هو ديوانها الثالث بعنوان أرجيح الضوء. 11 طلع علينا كوتش فاطمة الفرشيشي باش نحكيو على طاقة المكان وتأثيرها على مزاجنا، ومن بعد نحكيو مع على مدينة العلوم اللي تنظم المدرسة الصيفية في علوم الفيزياء، وهذا في 4 و5 و6 سبتمبر، وتعطينا أكثر تفاصيل مدام هيلا التومي.
شوية آخر طلع عليكم في حكاية من حكاية زمان، خليكم في ترتيح.